تقول: إني لم أصم شهرا آخر، ولكن هذا بعدما كبرت، وسببه مرض شديد ألزمني الفراش، فهل يجب علي القضاء؟ مع العلم أنه يصعب علي الصوم الآن صعوبة لا يعلم قدرها إلا الله، هذا بالإضافة إلى إصابتي بأمراض عديدة الآن مثل انخفاض ضغط الدم وأمراض مثل ما يسمى بالضيق وغيرها، أرجو أن توضحوا لي جزاكم الله خير. على كل حال، الأيام التي أفطرتها من رمضان باقية في ذمتها بيني لله سبحانه وتعالى، لا بد من قضائه. ولكن إذا كانت في الوقت الحاضر لا تستطيع القضاء بمرض مزمن يداوم معها ولا تستطيع معه القضاء بصفة مستمرة، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والمراد الذين لا يستطيعون الصيام لمرض مزمن مستمر أو لهرم وكبر، فعليهم الفدية طعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف الصاع عن كل يوم للفقراء، وعليها فدية أخرى وهي إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير، فتخرج عن كل يوم فديتين: فدية عن القضاء وفدية عن التأخير، مقدار نصف صاع من هذا ونصف صاع لهذا، نصف صاع للقضاء يعني عن القضاء ونصف صاع عن التأخير، فيكون المجموع صاعا عن كل يوم تدفعه للفقراء. أما إذا كان هذا المرض الذي تذكره مرضا عارضا يرجى زواله فإنها تنتظر، فإذا جاء فإنها تقضي مع الإطعام كما ذكرنا.